المكتر بأكتر من اللقاء، ونروح للزملاء الأعزاء. طبعا هيبقى معانا لقاءين، ولكن هبدأ بال يعني هذا اللقاء، والخاص طبعا بلقاء الجونة وغزل المحلة استاد خالد بشارة، موجود فيه الزميل العزيز مجدي الشربيني. أما على استاد جهاز الرياضة العسكري ولقاء طلاع الجيش وسموحة، فأيضا الزميل العزيز حاتم فتح الله يكون متواجد معانا. برحب طبعا بالزملاء الأعزاء، ولكن هبدأ بالزميل العزيز مجدي الشربيني. برحب بك يا مجدي، ولك الكلمة الآن، فتفضل. كابتن محمد غانم، بنقل تحياتي لحضرتك ولكل ضيوفك ولكل مشاهدينك في كل مكان، من هنا من استاد خالد بشاره بالجونه، والجوله الثالثه من دوري الاضواء والشهره دوري النايل، ورحله البحث عن 3 نقاط ما بين فريق الجونه وغزل المحل. الفريقين اللي وصلوا مع بعض الى ارض الملعب، وصل فريق الجونه منذ ساعه ونصف تقريبا مباشره الى غرفه خلع الملابس، الفريق اللي تحدث معه الكابتن علاء عبد العال على اهميه المباراه وشرح اللاعبين كل الامور الفنيه الخاصه بفريق غزل المحله، وحذرهم من الاندفاع الهجومي، وحذرهم كمان من تضييع الفرص المتاحه في المباراه. اما على الجانب الاخر، فحضر فريق غزل المحله منذ 3 أيام إلى الجونة، نال حصة تدريبية على الملعب الفرعي هنا في مدينة الجونة. الفريق اللي وصل إلى أرض الملعب ثم اتجهوا مباشرة إلى أرضية الملعب، استمروا لمدة 10 دقائق كاملة الجهاز الفني باللاعبين، ثم اتجهوا إلى غرفة خلع الملابس. كان كابتن أحمد عيد عبد الملك اللي استعان بتقنية الفيديو لمشاهدة المباراة الأخيرة ما بين الجونة والمصري، اللي قدمها أمام فريق المصري بجدية كبيرة جدا، واستطاع أن هو يتعادل فريق الجونة وفريق المصري، وقال لهم بنلعب مع فريق منظم استغلال كل الفرص المتاحة. أما عن الملعب، فيوجد بعض الجماهير المصرية وأيضا الجنسيات الأخرى، الجو جميل جدا، فرقتين خلفي الآن لإجراءات الإحماءات الخاصة بالمباراة، نتمناها مباراة ممتعة تبيح بكل أسرارها التهديفية والفنية. والآن عودة من جديد إلى الاستوديو التحليلي والكابتن محمد غانم، اتفضل. كل شكر لزميل عزيز مجدي الشربيني، عرفنا منه بعض التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء الجونة وغزل المحلة. ومن استاد خالد بشارة ننتقل إلى استاد جهاز الرياضة العسكري رفقة الزميل العزيز حاتم فتح الله، نعرف منه كل التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء، أيضا طلاع الجيش وسموحة واستعداداتهما لبداية صافرة هذا اللقاء. حاتم برحب بيك، ولك الكلمة الآن، فتفضل. تحياتي ليك يا زميلي العزيز كابتن محمد غانم، وتحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من داخل استاد جهاز الرياضه. اجواء وكواليس الجوله الثالثه من مسابقه دوري النايل، واللي بتجمع اكيد ما بين فريق طلائع الجيش وفريق سموحه. يمكن مباراه بغايه الاهميه، الكلام من فريقين متعادلين في النقاط ومتقاربين في جدول الترتيب، ولكن الكل النهارده بيبحث على 3 نقاط مهمين يكون يقدر يدفع بيه في بدايه الدوري. خليني اكلمك على الكابتن عبد الحبيب بسيوني اللي كان معسكر خلال فتره التوقف، وايضا خاض مباراه وديه مع اهلي طرابلس وفاز على اهلي طرابلس بنتيجه هدف مقابل لا شيء، وايضا كلمه معسكر بالامس وكان بيحذر اللاعبين ان اكيد كابتن احمد سامي وفريق سموحه بعد خساره من نادي الزمالك هيكون مشحون وعايز يقدم انتفاضه قويه جدا امام طلائع الجيش. كان بيحذر الدفاع من اكيد مهاجمين فريق سموحه، وايضا كان بيشاهد بالفيديو مباراه الزمالك يشوف نقاط وقوه ضعف الفريق. بيغيب النهارده عن الفريق طلائع الجيش هو اسلام محارب للطرد في الجوله الاولى، وعن الناحيه الاخرى يمكن كابتن احمد سامي والموج الازرق القادم من الاسكندريه وفريق سموحه، وهو اكيد كابتن احمد سامي كان متواجد بالامس على هذا الملعب، يمكن خاض لمده ساعه تدريباته على هذا الملعب، وكان بيتكلم مع اللاعبين ايضا على اقتناص 3 نقاط مهمين ونغلق بقى صفحات مباراه الزمالك. يمكن نقتنص 3 نقاط مهمين في مباراه اليوم، وايضا يمكن هتدينا دفعه برضو قويه في بدايه الدوري، وايضا حذر كمان المدافعين وشاف برضو بعض نقاط وقوه ضعف الفريق عشان يقدر يفتح ثغرات لفريق طلائع الجيش. يعني ابرز ايضا الغيابات في فريق سموحه النهارده هو عبد الرحمن عامر، يمكن زي فريق طلائع الجيش الاحمر والشورت الاسود، وزي سموحه الابيض الكامل. زميل عزيز كابتن محمد غانم، يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس من استاد جهاز الرياضه العسكري، والان الكلمه تعود لك، اتفضل. شكرا للزميل العزيز حاتم فتح الله، كفيت ووفيت، عرفنا منه كل التفاصيل الفنيه الخاصه بهذا اللقاء، طلائع الجيش وسموحه في اللقاء لا يقل اهميه اكيد عن هذا اللقاء. من قبليه طبعا بشكر الزميل العزيز مجدي الشربيني، بدلهم لكم كل الشكر.